هذا وأكد رشوان أن مصر تكثف من تحركاتها مع المجتمع الدولي للعمل على ضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر وفقا لآليات تتأسس على التنسيق مع المنظمات الأممية ووكالة الأونروا لتسليم المساعدات وإدخالها لقطاع غزة. وأكد أن منفذ رفح البري لم يغلق قط من جانب الجانب المصري منذ بدء الأزمة، لكن الجانب الإسرائيلي قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح أكثر من 4 مرات، ولكن مصر قامت بإصلاحه وتمهيده لإدخال المساعدات. أن مصر تكثف تحركاتها مع المجتمع الدولي للعمل على تحقيق التالي: 1، ضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية وفقا لآليات تتأسس على التنسيق مع المنظمات الأممية ووكالة الأونروا لتسليم المساعدات وإدخالها للقطاع. وأكرر هذه الجملة، أن مصر بتبحث عن ضمان التدفق وفقا لآليات، أي توضع آليات ليترك الأمر لمفاوضات تجري من حين لآخر وتسفل عن أي نتيجة، لكن المقصود هو أن تكون هناك آليات تكون طرفا فيها المنظمات الأممية ووكالة الأونروا. وأنه مرة أخرى بنؤكد على أنه معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق قط ولن يغلق قط، ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ضرب كما حضراتكم تعلمون قصف 4 مرات من الطيران الإسرائيلي.